عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن هاني أخوكم. إحنا النهاردة بنعمل لقاء من نوع فريد جدا، يعني لقاء مع أخ بالنسبة لي. أنت دايما بتشوفونا مع بعض، فأنا بصراحة يعني اللقاء ده مش هيبقى فورمال قوي زي ما بتشوفوني مع الناس. هو هتلاقي فيه هزار وهتلاقي فيه مناقشة وحاجات كتيرة جدا، عشان معايا النهاردة أخويا المحترف مرتين كابتن محمد إمبابي. كابتن بومبر، حبيبي يا كابتن هاني، ازاي معليك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. فتحت وريحت وظبطت حالك؟ تعالى بقى نرجع حبتين من اول لما خدت القرار ان انت تيجي تلعب الماتش ده. برغم ان كان في دايما ناس تحذرك تقول لك لا روح الفجيره، روح ماتشات تانية، بلاش الماتش ده بالذات بعينه. انت من وجهه نظرك ليه اصريت ان انت تاخد الماتش ده؟ هو البطولات دايما بتبقى في الكويت ليها تنظيم مختلف، ليها إدارة تنظيم عامة كويسة جدا. جيت لعبت كذا ماتش هنا ما حسيتش ان في ظلم زي ما ناس كتير بتقول، اصل بتحيزوا للعيبة بتاعتهم، اصل بتحيزوا للفريق بتاعهم، اصل فلان الفلاني معاه لعيبة وبيكسبهم. ما شفتش دوت. 3 بطولات لعبتهم هنا ما حسيتش بده خالص. وتاني حاجة او اهم حاجة، عشان خاطر كان فيها كارت احتراف وانا فعلا كنت عايز ده. طب انت دايما طول عمرك كبرت على البطولات بتاعه بطوله العالم اللي هو الجروب الجديد اللي هو الاليت، او لما بعد ما حصل الانفصال ما بين الاتحادين، فانت دايما انت كنت ابن الاتحاد الثاني اللي هو الاليت. انا مش كبرت او مش شايف ان البطولات دي قليله، بس لا شايف. لا 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 مش قصدي، يعني انت كبرت، انت من اول ما بدات مشوارك انت بتكبر جوه الاتحاد ده. تمام. فحصل الانشقاق والانفصال، احنا كلاعيبه او انت كلاعب او اللعيبه كلها ملناش علاقه بالانفصال ده. تمام. ده سياسي ملناش دعوه. تمام. بس انا بسالك انت كلاعب، ليه قررت ان انت تخرج من الاتحاد ده وتبتدي تشارك في الاتحاد الثاني اللي هو البروليج؟ كل واحد فينا عنده فكر معين. يعني انا واحد مش شايف نفسي في اتحاد الاليت، شايف نفسي في البروليجا ان شاء الله، يعني اقدر ان انا احقق حاجه كويسه. فالاليت مش هعيب فيه ولا هقول اي حاجه، بس كل اللي هقدر اقوله ان انا مش شايف نفسي هناك، شايف نفسي في البروليجا. حاسس ان انا في يوم من الايام هقدر اقف على مسرح مستر اولمبيا مرتاح، بس البروليجا عمره ما تاهلني الاليت، سوري، عمره ما يأهلني لاولمبيا اللي انا عايز، اللي انا بحلم بيها. طب انت من وجهه نظرك انت شايف كمحمد امبابي ابن مصر اللي حقق بطولات كتيره جدا جوه الاتحاد اللي هو القديم الاليت، هل يقدر يروح ينافس في اولمبيا البرو مع المحترفين وتقدر تزق بعض منهم وتبتدي تثبت في نص المسرح ويبقى ليك كيان وجود على المسرح؟ انت شايف ان انت تقدر تعمل ده؟ طموحاتي اكبر من كده كمان. طالما عندي طموح وكمان بجتهد لدوت وبسعى لدوت، اقدر اقول لك في يوم من الايام ممكن اقف في السنتر بتاع الستيج نفسه. طيب تعالى بقى نرجع بقى سريعا كده، احنا سردنا انت ممكن تعمل ايه او طموحك هيوديك لغايه فين. انت بتعمل ايه بالظبط عشان توصل للطموح ده؟ واحد بيتفرج عليك دلوقتي حالا عايز يعرف هو امبابي بيعمل ايه عشان يجيب فلوس عشان يقدر يكمل المشوار بتاعه، عايز يعرف هو بيتمرن ازاي، هو عايز يعرف بينام ازاي، عايز يعرف تفاصيل امبابي ماشيه ازاي، حياته ماشيه ازاي. في ناس كتير مفكره ان لاعب كمال اجسام كمجرد واحد بيقوم وينام يروح الجيم يتمرن يلاقي اكله ياكل خلاص هي دي حياته. لا، الكلام ده بره مصر. لما اكون معايا سبونسر، لما اكون معايا كذا جهه بتدعمني، لكن انا في مصر لو ما اشتغلتش وقدرت ان انا اجيب فلوس كويسه واشتغل وقت طويل عشان اقدر اكسب فلوس كويسه، مش هقدر اصرف على اللعبه، لان انا راجل مسؤول دلوقتي وعندي بيت وعندي ابن صغير غير حياتي الخاصه انا. تمام. فلازم اشتغل، لازم اتمرن، لازم التزم في وجباتي والتزم في يومي، انام بدري، اقدر بعيش حياتي عادي جدا وبخرج وبقعد مع اصحابي وبخرج معاهم في اي مكان. في ايام باخدها اوف ممكن اسافر فيها مفيش مشكله، بس اهم حاجه عندي في يومي التمرين. خارج مع اصحابي عادي، اما اخلي تمريني بدري شويه ساعتين وبعد كده اخرج مع اصحابي زي ما انا عايز. اعيش يومي بقى بعد التمرين، عملت الرساله اللي عليا في اليوم اعيش اليوم بعدها، لكن مش اللي هو اقوم من النوم اخلي التمرين لا شويه بالليل، لا كمان ساعه، لا كمان ساعتين، اليوم عدى ومش هتتمرن، ده كسل. خلي وقت محدد في اليوم ليك اللي هو التمرين. التمرين ده حتى لو انا مش هبقى بطل ده لصحتي لنفسي، مش شرط ان انا اتمرن عشان ابقى امبابي او غيره،
لا لنفسي انا. ده بالنسبه للديسيبلين او الالتزام بالنسبه لكابتن محمد امبابي. احنا عايزين نعرف كابتن محمد امبابي بيجيب فلوس منين عشان يصرف على اللعبه دي، وانت عارف ان تكاليفها كتيره جدا، مش سبلمنتس بس، الكميات الاكل اللي بتتاكل. انت بتعمل ايه؟ شغلي اللي هو انا عندي جيم وبشتغل فيه كمان، وبقف فيه ترينر زي اي حد في الجيم. في ناس بتجيلي عايزاني امرنها، بقف معاها، ماليش دعوه بقى صغير كبير. هو جه واحترم شخصيتي، حس بثقه فيا ان هو هيبقى حاجه على ايدي. الحمد لله معايا فريق كبير جدا بمرنهم وبقي لهم البطولات، بس مش شرط ان انا اطلع اقول ان انا بطل وبجهز لعيبه وان انا جامد وده شغلي. لا، هو لازم قبل ما يجيلي، قبل ما يشوف شغلي اصلا، يبقى هو واثق فيا شخصيا. بس طيب الحته اللي انا عايزه ان انت تذكرها للناس او تعرف بالنسبه للالتزام دي، ممكن اقولها عشان انا عارفها يعني. بعد يوم دخلتك انت عملت ايه؟ بعد ما اتجوزت كتب كتابه واتجوز وعمل الفرح والدخله ما شاء الله تمت على خير، قول لنا عملت ايه؟ بعد الفرح بثلاث ايام، اللي هو كان خلاص لسه عريس جديد، كان عندي بعدها بست اسابيع بالظبط تصفيات، او تصفيات بطولة العالم. اصحابي كلهم قالوا ان انا استحالة الحق اجهز في الفترة ديت وما ينفعش، حتى الدكتور عادل فهم كلمني وقال لي بارك لي الاول، وقال لي ان شاء الله كنت اتمنى ان انت تكون معانا السنة دي في البطولة. فقلت له وتتمنى ليه ما انا هكون معاكم؟ قال لي ازاي انت لسه عريس جديد؟ فقلت له ان شاء الله هكون معاكم ما تقلقش. فقال لي اتمنى، قلت له حاضر يا دكتور. المهم رحت فندق ما في مصر هنا، قعدت فيه 5 ايام. اول حاجه دخلت على اللوبي سالت في جيم ولا، قال لي اه موجود. رحت شفت الجيم كويس جدا وجميل وتمام، حجزت وتمام. قعدت ال5 ايام، كنت انزل الساعه 7 الصبح الفطار عادي، واطلع زوجتي الغرفه، انزل اتمرن ساعه. ساعات كانت بتنزل تقعد معايا في الجيم، انزل اتمرن اخلص تمرين. جدا ما كانش عندها اي اعتراض خالص فعلا، هي كانت سبورت ليا، ما كانش اللي هو لا انا لسه لا خالص، هي كانت مقتنعه جدا بان انا بعمل حاجه حلوه مش حاجه وحشه، عشان كده كانت دايما معايا، ما كانتش بتقولي لا. ما اختلف انت لسه انت عريس جديد يعني، ما كملش 3 ايام وتبتدي تنزل تتمرن وتعمل دايت يعني التركيبه دي جت ازاي؟ هي انت ازاي اقنعتها بحاجه زي كده؟ لا، ولما رجعنا بعد ال5 ايام دولت، رجعنا البيت عندنا عادي بقى، اديتها لست قد كده حطيتها على التلاجة، دي وجباتي اليومية بمواعيد، كانت تظبط الالارم بتاع الموبايل والاقيها إيه بتصحيني وتقول لي الوجبة. امبابي انت اتجوزت عن حب؟ اه طبعا. ومراتك حابة الكارير اللي انت فيه او الشغل اللي انت فيه؟ لو مش حابة الكارير اللي انا فيه ومش حابة محمد لشخصه، استحالة حد يستحمل لاعب كمال اجسام في الدنيا. ما انا كنت ده اللي انا جاي له، هي ما راحتش اشتكتك لوالدتها اللي هي حماتك؟ ما قالتلهاش ده تصدق يا ماما سابني بعد 3 4 ايام من الدكتور؟ ما مبسوطه جدا، لان انا ما كنتش محسسها بدوت، ما كنتش محسسها ان انا بتمرن بقى وعامل دايت وسيبيني ومالكيش. لا، كنت عايش عادي زي اي حد متجوز. ايه اكتر بطوله فرقت معاك يا مبابي فعلا ان انت كنت تبقى مشارك فيها وفي نفس الوقت حققت نجاح فيها؟ يعني بمعنى اصح اقرب لك التفسير شويه اللي انا عايزه، ايه اكتر بطوله كان فيها لعيبه انت كنت عايز تطلع تغلبهم كمنافس؟ مش لا كتاب. هو كان من فتره قريبه اللي هو من 5 سنين مثلا، كان طموحي هو بالنسبه لناس كتير كبير جدا، بس دي كانت رابع سنه او ثالث سنه اشارك فيها في بطولات عالم. كانت السنه الثالثه 2013 في المغرب. دي كانت البطولة فعلا اللي هو كنت خلاص واخد قرار اللي هو يا اما هكمل يا اما هبطل، فعشان كده كنت بتمرن بكل قوة، ما كنتش بخلي يعني حتى فكري يشتت عن التمرين ثانية، اللي هو بتمرن بس ما اعملش حاجة غير ان انا اتمرن، لان بجد والله كنت واخد قرار اللي هو انا لو فعلا السنة دي ما عملتش حاجة زي كل سنة. 2010 عملت سادس عالم، 2011 تعبت في الهند وما قدرتش ان اشارك في البطولة، 2012 كنا في الاكوادور بعد ما اصحابي كلهم حتى المدير الفني للمنتخب رجع لي في الباك ستيج بعد ما نزلت من على المسرح، و يعني بص قال شعر فيا. بعد كده النتيجه لقيت ان انا طالع بره الـ6 وعملت سابع ساعتها، سابع عالم. خلاص بقى تعبت من 2010 و11 و12، مع ان كنت في 2012 عامل مستوى قوي جدا. يعني ايه كلمه تعبت؟
تعبت يعني، بقعد 4 5 شهور حرمان ودايت وتمرين صبح وليل، وعايش حياة محدش يقدر يستحملها. يعني اصحابي، والبطولات دايما بتبقى في الصيف، اصحابي يجي مثلا تعالى احنا رايحين شرم، لا روح انتوا، ليه؟ عندي تمرين. تعالى ما فيش جيمات هناك، اعمل دايت، مش هقدر ان انا اخرج معاك اقعد على كافيه واشم دخان واتعب وصدري ومش هبقى قادر. فطب خلاص مش هروح يا عم، تعالى نروح نتعشى في اي مكان بالليل، انا عامل دايت. طب خلاص مش هناكل، تعال نروح سينما مثلا نتمشى. حتى مش قادر امشي لان كميات الكربوهيدرات والبروتين والاحماض اللي بتخش الجسم تبقى قليلة قليله، طبعا. فهو يا دوب اللي بقدر اتمرن الباور بس، اللي اقدر اتمرن واقدر ان انا اقعد شويه وبعد كده اروح. فما كنتش بقدر اخرج معاهم، ما كنتش بقدر اخرج مع اهلي، ما كنتش بقدر اخرج مع زوجتي، فكان الموضوع بيبقى صعب شويه. الحمد لله استحملت. البطوله اللي فرقت معايا، نرجع للسؤال، ان هي 2013، اشمعنى؟ لان ساعتها كنت فعلا اول مره ادوق طعم المكسب، طعم الفوز، لقيته حلو جدا. مع ان لما كنت بتهزم كنت كنت عامل ببتسم، الأول في البطولة دي، لا عملت تاني عالم. تاني. كان عندي 21 سنة. تمام. أنت طبعا دلوقتي 26 ماشي في 27. اه طيب اشمعنى الماتش بتاع 2013، ومين اللعيبة اللي كانت واقفة معاك على الستيج؟ مين كان اللي كان معايا بيشجعك؟ لعيبة كتير جدا، كان من ضمنهم لاعب عامل اول عالم 12 مرة. واو، غلبته. جنسيته ايه؟ برازيلي، اه سانتوس. اه كان بيلعب مع الكابتن انور العماوي، وكان بيلعب مع الكابتن يوسف السيد. الاسامي دي تاريخ في كمال طبعا الاجسام. طبعا طبعا. فان هو يقف جنب الناس دي، وفي يوم من الايام الاقي نفسي واقف جنبه، وطبعا اكيد عشان السن، بس هو برضو بطل، عمل مركز متاخر في البطوله، وفي 2013 برضو عمل مركز، 2012 عمل مركز متاخر، و2011. فخلاص بقى، فجي 2013 خلاص يعني، اللي هو دي كانت اخر سنة لعبت معاه. كان هو عمل مركز ال 12 على ما اظن، او ال 11، وانا عملت وقتها تاني عالم بفارق نقطة واحدة. كان الاستعراض على الميوزك، كان معايا لاعب كوري كان قوي جدا وقديم جدا، كان محتل الميزان بصراحة. الفرق كان بينه وبينه نقطة واحدة، اللي هي كان الرقص على الميوزك، هو كان اشطر طبعا واقدم. انت اكتسبت خبرة في موضوع الرقص على الميوزك ده، مع مرور الوقت. انا شفتك في مصر المنيا، اعتقد ان الجمهور تفاعل معاك جامد جدا. يعني في مصر المنيا في مصر 2017 كانت مقامة في جامعة في مصر، جامعة مصر. جامعة مصر، وانت بصراحة ابهرتنا بالشو اللي انت عملته على والميوزك المزيكا. كان اختلف كمان عن الميوزك اللي انا كنت حاطه، صح، بس قدرت ان انا فاكر الموضوع. اعمل دمج على طول بين ده وبين ده، ارجع تاني للمود، عشان مش هينفع ان انا افصل على الستيج اتنك بقى واقول لا المزيكا مش بتاعتي، صح. لا انا. فالناس خلاص جت معاك واستمتعوا باللي انت بتعمله، فقدرت ان انا اكمل معاهم الحمد لله. تعال اسالك شويه اسئله صعبه بقى، يعني انت عارفني دايما بيسموني اللئيم او الخبيث. يعني يلا. عادل فهيم قدم لك ايه؟ هو قدم لنا كتير. لا انا بتكلم على مبابي، محمد مبابي اكتسب ايه من عادل فهيم؟ خد منه ايه؟ اللي خدته منه ثقته فيا لما صفرني وانا عندي 17 سنة. لكن انا ما خدتش حاجة من الاتحاد المصري غير مرتبي. المرتب اللي كنت باخده انا هقوله 1800 جنيه. طبعا ما كانوش ياكلوا بطل عالم عيش حاف. فانا كنت باخدهم اللي هم ليهم مكانهم، ادفعهم في اي حاجة، ايجار ادفعهم مثلا، انا ممكن انزل اجيب بيهم بنطلونين عادي، اللي هو يعني مش اللي هم كانوا حاجه اساسي يعني. كنت بالظبط. ممكن اسيب المرتب بتاعي بالثلاث شهور 4 شهور في الاتحاد، لحد ما المدير المالي يكلمني يقول لي تعالى خد المرتب بتاعك. طب تعالى نرجع للسؤال تاني، انت شايف ان عادل فهيم اثر في حياه مبابي ولا لا؟ هو السؤال صعب، بس هو من وجهة نظرك، بص، هو زي ما دكتور عادل فهيم ليه مساوئ، زي ما في حاجات حلوه. لا 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 لا، هو ليه حاجات حلوه معاه كتير جدا، لان انا كنت مش يمكن معايا، انا ما كنتش حاسس باللي الناس بتقوله، لان انا ما كنتش عايز حاجه، مش فارق معايا باخد مرتب ما باخدش مرتب. انا قعدت 2010 و2011 و2012 ماليش مرتب من الاتحاد، مع اني بسافر بطوله العالم وبكسب، يعني سادس عالم مش قليل، وانت عندك 17 سنة. طبعا. بعد كده 18 سنة في 2011
برضه مش قليل. بعد كده 2012 مش قليل، انا ما خدتش مرتب الا لما عملت تاني عالم. بس هي عندنا المنظومه بايظه، الوزاره نفسها بايظه. فيعني هما احنا عندنا في مصر اللعبه الاولانيه طبعا هي لعبه الكوره، هي الاولى. الضلع المهم اللي هو الوزاره مش بتدعم اللعيبه، مش بتدعم اللعيبه، ف طيب اكيد الاتحادات هتبقى ضعيفه. تعال نغير محور الحلقه شويه. كل اللي انت بتتكلم فيه ده خلاص عدى، انت خرجت بره المنظومه دي تماما. انت ما فيش وزاره، ما فيش دكتور عادل فهيم، ما فيش اي سبورت خالص. انت تمام. دلوقتي بقيت على عهده نفسك، انت بقيت محترف، بقيت محترف، هيطلب منك كل حاجه، هتبقى الدبل، فلوس كتير، اكل كتير، تمرين كتير. هيطلب منك حاجه جديده في ناس كتير قوي ما تعرفهاش، انا عايزك انت تكلمنا عنها، الا وهي المانجمنت او البرزنتيشن، او بمعنى اصح الفريق اللي ورا امبابي. امبابي ما بقاش لوحده، لازم يبقى وراه فريق كامل من مدرب للناس مسؤوله عن الميديا، ناس مسؤوله عن اكله، وناس مسؤوله عن ابرام العقود بتاعته لو ان شاء الله السبونسرز ابتدت تيجي. كلمنا عن الخطه دي، انت عامل التوليفه دي ازاي؟ هل راسم لها حاطط اشخاص بعينهم ان انت عايز تعتمد عليهم؟ هل فكرت في مدرب بعينه؟ دي السؤال ده رد على الفترة اللي جاية، حلو، ده رد عشان خاطر شيك. قريب ان شاء الله هيبقى في حاجات هتختلف كتير، وفريق العمل الاول طبعا اللي في ظهري، والدتي واخواتي وزوجتي، هم دول الجنود المجهولة اللي في ظهري. انت لو ملاحظ ان انا بمشي الحلقه ايه، شويه اطلع بيك قدام شويه ارجع ورا تاني، عشان مش عايز مفيش بس الناس مشكلة. دي تبقى زهقانه ان احنا ماشيين في لاين واحد. تمام. طيب تعالى نرجع لما كان امبابي عنده 17 سنه وهو بيشارك في البطولات. امبابي كان بيجيب فلوس منين؟ كنت بتشتغل ايه؟ انا كنت بشتغل مع ابويا وعمامي، عندنا محلات سمك في شبرا الخيمه، هو كنت شغال فيه. اغلب ابطال العالم المحترفين دايما سمك سمك سمك، ايه الفكره؟ انت قصدك على رامي؟ انا لازم كنت اقول لك رامي، انا لازم افتح محل سمك طبعا عشان انا بس. لا لا مش هتحترف. لا هو كنا بنخلص، انا كنت بخلص شغلي مثلا على الساعة 6 أو 7 المغرب، أروح البيت أغير هدومي وأظبط حالي وأقعد آكل وأقعد ساعة في البيت. كنت بروح أتمرن في جيم جنبنا جنب البيت كده، كان الاشتراك بتاعه 20 جنيه تقريبا، 35 جنيه حاجة كده. صح. بس هو كان على وقتها يعني ما كانش فيه جيمات يعني. كبيرة لا مرفق. ما كانش فيه جيمات كبيرة عندنا في المنطقة. لا كان رقم 35 جنيه كان بالنسبة لي يعني بسيط، بس كان في تاني ناس تانية بالنسبة لهم رقم رخم ده، 35 جنيه انا اروح اشترك في جيم 35 جنيه؟ لا يا عم انا مش كده. فكان كنت بحب التمرين جدا، لان انا من وانا صغير كان بالنسبة لي فان دام وارنولد شوارزينجر وكان سيلفستر، كان ايه ده، ايه الناس دي، انا عايز ابقى كده، انا عايز ابقى قوي، انا عايز. حتى كنت اتفرج على فان دام اي فيلم ليه كنت اقوم احاول افتح الحوض زي ما هو بيعمله، اقوم احاول احط رجليها على الحيطه، مش عارف حاجات غريبه كده. حتى كان في فيلم الارنولد اسمه المحارب، كنت احب اتفرج عليه جدا لان كان الماسلز بتاعته ظاهره وكده، فكنت مش متخيل ان في ناس كده. فبدايه اللعبه كان عندي 14 سنه مش 15، 14 سنه 15 دي 16 سنه ابتديت ان انا العب بطولات محليه، بطوله مركز شباب السيده، بطوله مركز شباب مش عارف حلوان، بطولات صغيره، لحد ما كذا حد شافني. واول حد شافني بجد واداني بوش جامد قوي كان الكابتن حسن رشاد، جاب والدي نفس اللحيه كده صغيره وشبهي، قال له انت اخوه؟ فقال بابايا رد عليه قال له انا اخوه، فقال له اهتم بيه ووقف جنبه هيبقى بطل ما شاء الله جميل جدا. فهو قال له الكلام ده، انا لقيت والدي كان واقف عينه ظهر فيها الدموع كده اللي هو فرحان. فهو كان بالنسبه له اللعبه دي لعب عيال، كنت اقول له انا رايح الجيم يا عم روح، فلما بالنسبه له شغل بالظبط ومذاكره، ما حربكش، ما عندكش مذاكره اشتغل، ما حربكش ان انت تبطل تمرين. لا 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 خالص خالص، اعمل اللي انت عايزه. انا كنت الاول بلعب كوره، قبليها كنت بلعب كونغ فو، بعد كده لقيت نفسي رجليا اتكسرت في الكوره، بقيت العب كمال اجسام، كنت بروح انا رجليا مكسوره عادي. فهو ماشي يبقى رياضي ما فيش مشكله.
فلكن كان لقى الموضوع انا واخده جد قوي وبتمرن وكل يوم ومستمر حتى يوم الراحة بتاعي. لا انا هتمرن برضه. عايز اسالك على حاجه ممكن تكون بالنسبه لك غريبه شويه بس دي هتفرق مع شباب كتير قوي بيتفرجوا علينا. اول مره خدت القرار في ان انت تاخد سبلمنتس بروتينات وكرياتين وجلوتامين والحاجات دي كلها كانت ازاي واشتريتها ازاي ولا حوشت فلوس ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انا قلت لك من وانا صغير وانا شغال وكنت اما كنت شغال في المحلات مع مامي سبتهم على خلاف بسيط. كنت صغير ولد صغير بقى اللي هو ما حبش حد يتنك عليا، ما حبش حد يقول لي اعمل، ما حبش حد يقول لي هو سوي. البلوغ ده بيبقى بس اثبات الذات عايز تطلع يعني. وكنت انا كنا صغيرين انا وولاد عمي فدايما كنا بننقر مع بعض فسبتهم وعملت فرش سمك بره صغير على اول السوق وقفت كده. لوحدك؟ فكنت بجيب السمك بقى وابيعه. في الفترة دي كنت بكسب كويس لان انا بقيت خلاص بقى اللي داخل كله ليا. بالظبط. فكان ولد صغير 15 سنة فكان بيدخ مبلغ كويس يعني كل يوم الاقي مبلغ زي ده داخل لي فبقيت معلم بقى. فلحد فترة معينة وخلاص سبت المكان بتاع السمك دوت وقدرت ان انا انزل اشتغل في جيم. الاول اشتغلت مع ناس صحابي في النجارة، بعد كده اشتغلت مع واحد صاحبي تاني مبلط سيراميك كنت باخد 20 جنيه في اليوم بعد ما كنت بكسب مبلغ كبير جدا وانا ببيع يعني السمك. انت فجأة غيرت سبت قفلت الموضوع بتاع السمك او وابتديت تتجه بسبب شغل برضو تاني؟ مشاكل كده حصلت بيني وبين والدي وهو ما كانش عايزني ان انا اقف في السوق فقلت له خلاص ماشي مش فشافك كبرت ف قال لك لا استنى بقى تعالى. انا مش هحكي القصة لا بصراحة. مش محتاج تحكيها، مش محتاج، بس اللي هو شافك كبرت بقى وابتديت تمسك مبالغ فهو ممكن يكون خاف عليك انا من ابتديت الفلوس. بقى ان انا ابقى حر نفسي، عايز اسافر بسافر، عايز اخرج مع اصحابي بخرج، عايز اجيب لبس بجيب، ما بقتش اقول لحد معلش اديني يقف جنبي اديني 100 جنيه. او برضو كان يبقى عارف ان انا مثلا في جيبي 1000 جنيه 2000 جنيه خارج مع اصحابي وانا عندي 16 سنة 17 سنة رايح فين؟ خارج مع اصحابي نتمشى ونجيب هدوم، معاك فلوس زيادة؟ يقول لي طب خد دول خليهم في جيبك زيادة، انا معايا يقول لا خليهم. حتى جه وانا صغير كان عندي 15 او 16 سنة قال لي انا هجيب لك عربية، قلت له لا، فقال لي لا انا بقول لك هجيب لك عربية، في حد يقول لا؟ قلت له لا انا هستنى اما اكبر شوية اجيبها لنفسي. انت عنيد من صغرك، انت بتحب دايما فلقيته تعتمد على قال لي نفسك. طيب ماشي وريني هتجيبها لنفسك ازاي. طيب نرجع تاني، جبت السبلمنتس ازاي؟ عملت ايه؟ ما هو من شغلي كنت الفلوس اللي كنت بكسبها من شغلي. اول واحد ارشدك ان انت تاخد سبلمنتس يعني كان في واحد صاحبي صاحب الجيم اللي انا كنت فيه. تفتكر اسم الجيم؟ طبعا ايه؟ اولمبيك جيم. صاحبي ده اسمه وليد، هو كان بيلعب وكان جسمه ضخم كده، كان جميل جدا برضو وكان صديقي جدا. كان كل طموحي حتى هو جالي من النقطة ديت. انا قعدت 3 سنين العب حديد 3 سنين متواصلين مفيش حاجة اسمها انا اصل ريحت شهر في النص، اصل ريحت شهرين، اصل لسه راجع. انت شفت تلات نفسك، سنين انت شفت نفسك، شفت هدف انا دايما. كنت رفيع جدا، كنت مثلا مش عارف في الوقت دوت بتاع 50 كيلو 52 كيلو. ابتديت انت حسيت اول ما بدأت لقيت نفسك بتتطور بسرعة. 3 شهور لقيت تشيست الشولدر البايسبس الترايسبس كل ده ظهر، شكل الماسلز بقى يتغير، كتفي بقى يلف كده. حتى كان معظم لبسي في الوقت ده اللي هو البنطلون الكلاسيك والشميز والجزمه الكلاسيك كده، فكنت ببقى شبه الملكان يعني. حتى الطقم اللي كنت اعمله عند صاحبي كان صحابي يعملوا زيه اللي هو عايزين نبقى مدورين نفس زي ده. الشكل ده. فكان يبقى الموضوع صعب شويه، كله كان يبقى هو يعمل كده. فلما كملت بقى 6 شهور لقيت جسمي بيتطور اكتر، سنه لقيت جسمي بقى شكله حلو جدا. هو اللي نصحك بقى قال لك سبلمنتس بقى؟ هو نصحني وقال لي انت مبلغ بسيط 2000 جنيه تلعب بطوله افريقيا. فانا افريقيا اي بس 2000 جنيه ممكن اسافر؟ انت سنك سنه 17 سنه او 16 سنه، 2000 جنيه ده كان رقم كبير. ما كان بيقول لي ان انا هقف معاك في التمرين بقى وانا اللي هوجهك وانا، فهو خد نسبه تمرينه ونسبة السبلمنتس اللي جابه لي. فهمت. كان ساعتها السيريس ماس ده كانت حاجة واو، كانت اللي هي والامين الاربع اتنينات اشتريت ده. من مين؟ اشتريت من احمد علي ولا رضا؟ رضا اعتقد ما كانش ولا موجود فاكر، وقتها. بس اللي فاكره ان هو كان بيشتري من احمد علي. احمد علي هو كان هو الديكتاتور ساعتها. هو اللي ابتدع الموضوع ومكملات هو كان بيكلمه في التليفون كان بيبعت له المندوب. طيب بعد المرحله بتاعت ان انت ابتديت تخش في اللعبه وتشوف جسمك بيتطور وسبلمنتس وي ايه انواع الاكل اللي انت ابتديت تتجه لها؟ من وانا صغير احنا شغالين في سوق تجاري،
فبالنسبة لنا البيتزا والبرجر وسندوتشات الكبدة والكشري دي مش أكل. فكان دايما عمي الكبير ربنا يديله الصحة كان يجيب من الجزار اللي جنبنا لحمة ويقطعها ويحطها في الحلة ويحط عليها طماطم تتسلق؟ وبصل لحمة مسلوقة. وحاجات كتير، لا مش مسلوق، وحاجة حاططها في الفرن بتاع السمك، بس يكون عامل عليها تتبيلة غريبة تخليك تاكل، يعني كنت عيل صغير ممكن اكل 5 6 رغيف. ما شاء فكان الله. الاكل حلو، كان ممكن يجيب الجمبري يحطه وسط الرز ويحطه في الفرن، يجيب بطاطس يقطعها ويجيب السمك البلطي الكبير يجزله ويحطه في الطاجن بالبطاطس ويحطه في الفرن. أنا شايفك متأثر بعمك شوية. انا بحبه جدا، هو ده ابويا. مين من الشخصيات المؤثرة في حياة امبابي قبل ما يبقى لاعب كمال أجسام؟ مين الشخصيات اللي دايما امبابي كان بيرجع لها؟ والله في كذا حد، بس كان في حد بجد هو ده اللي انا ما كانش حد بيقدر يسيطر على عقلي غيره خالص، اسمه استاذ علاء سعد. مين علاء سعد؟ ده صاحب خالي وانا بعتبره خالي ومتربي معانا في المنطقة، هو عارف الناس اللي هم متعلمين وفاهمين، فبتقعد تتكلم معاه بترتاح ما شاء الله. يعني عمري ما قعدت اتكلمت معاه غير ولقيت حل لاي مشكله، لاي حاجه، لاي حاجه مضايقاني بروح اتكلم معاه خلاص انا قمت مقتنع جدا بكلامه. فهو ده كان الملجأ بتاعي، اللي كل ما اكون في حاجه مضايقاني في اي حوار، اي حوار عايز استشيره فيه كنت اروح اقعد معاه اقوم مبسوط. مين النقلة التانية بقى؟ أول لما امبابي ابتدى يسمع في كمال الأجسام، مين الشخصية اللي كانت مؤثرة لامبابي؟ اللي كانت مؤثرة لمبابي وكان نفسي ان انا ابقى زيه وكان نفسي ان انا ابقى الشخص دوت، وكانت اول مرة اتقابلت بيه كانت في معسكر بطولة العالم 2010، كان كابتن احمد الورداني. احمد الورداني. اول مرة اتقابلت بيه كنت انا في المعسكر، وكنت اخترت خلاص للسفر بطولة العالم في اذربيجان 2010، وكان المعسكر كان في دار الدفاع الجوي في كان مدينة عندك كم نصر، سنة وقتها؟ 17 سنة و4 شهور. ف هل احتواك الورداني في الفترة دي؟ الفترة دي كان في غرف كتير قاعد فيها فرد واحد، فالغرفة بيبقى فردين، 2 أبطال قاعدين مع بعض. هو طبعا انا عايز اقول بس فسأل الإداري حفظا للالقاب، انا بقول ورداني لان دول اخواتي، فانا ممكن بتهرب مني الكلمة بس. فسأل الإداري كابتن حسين فقال له في غرفة فلان وغرفة فلان وغرفة فلان، قال له انا هقعد مع امبابي، مع ان انا كنت جديد او يعني لسه 17 18 سنة. فاللي هو قال له هتقعد مع امبابي؟ كابتن فلان غرفته وقاعد لوحده وفلان لوحده، قال له لا انا هقعد مع امبابي. فطلع الغرفة، فانا الغرفة سريرين، فانا نايم على السرير بتاعي، السرير التاني ما جيتش ناحيته، بقى لي 2 أو 3 أيام في الغرفة ما قاليش ده هو ده سريري، فما بتحركش في الأوضة كتير. فدخل الغرفة بص لقى الغرفة نظيفة فقال له أنا هقعد هنا، راجع حط الشنط بتاعته. فلقيت كابتن حسين بيقول لي كابتن ورداني هيقعد معاك، فأنا بقى من جوايا بقى إيه ده؟ بجد؟ قال لي أه والله هيقعد معاك المعسكر كله، فالمعسكر كان مدته شهر. فاللي أنا مش مصدق بقى إن كابتن أحمد ورداني هيقعد معاك في الغرفة. فبقيت مبسوط، حاجة بسطاني إن أنا اللي كنت بتمنى إن أنا أبقى زيه أو هدفي لقيته جنبي. الفترة دي مين كان مدربك؟ مين كان مسؤول عنكم في المعسكر ده؟ لا المسؤول عن المعسكر كل واحد فينا ليه مدرب، كل واحد أعتقد إن فينا في الفترة دي كان كابتن سعيد عثمان هو اللي مسؤول. هو اللي كان ماسك منتخب مصر الإداري بتاع المدير الفني لمنتخب مصر، لكن اللي كان ماسك لعيبة، أصل إحنا كابتن سعيد عثمان مثلا من القاهرة، في لعيبة كابتن ورداني من المنوفية، كابتن زكريا من الجيزة، طيب كابتن أسامة سلامة من المنصورة، فكل واحد فينا ليه اتجاه مع مدرب أو حد هو بيرتاح معاه، أنا كنت ساعتها مع كابتن محمد كمال. محمد كمال انا بشوفه ان هو بالنسبه لكم انتوا بتعاملوه كاخ او اب، يعني ما شفتش دي كلمه كابتن او اي، تمام انتوا بتروحوا تشتكوا له بقول لك انا عايز اعمل كذا، بقول لك انا عايز اعمل كذا، فهو ماشي. محمد كمال عمل لك ايه؟ لا قدم لي كتير جدا، ايه بقى؟ ظهري كيمو قبل ما يكون مدربي ووقف جنبي والكلام ده كله، كيمو ما حسسنيش ان هو المدرب بتاعي، ان هو بيأمرني اعمل كذا
زي ما انا بشوف مدربين تانية تعالى واعمل وروح الكلام ده. كيمو كان بيحببني في الموضوع بكل بساطة، كنت اجي اسأله سؤال يقول لي خش اقرا اكتب زي ما انت قلت لي بالظبط، يعني فوائد الرز اكتب كده على النت، فاخش اكتب فوائد الكربوهيدرات او فوائد الرز يطلع لي كلام كتير جدا اقعد اقرا فيه، وبعد كده اروح اقول له انا قريت كذا 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 كذا، لو في معلومه ناقصه هو يكملها لي، يبقى هو ضاف لي على اللي انا قريته، يبقى انا قريت بالظبط وسمعت، بالظبط يبقى انا كمل معاك لي معاك المعلومه، هو عايز المعلومه تثبت هنا مش اكتر، لكن هو عمره ما بخل عني بمعلومه عمره. فهو بجد وقف جنبي كتير، فتح لي الجيم بتاعه وانا لسه عيل مبتدئ، بالظبط ولد صغير رايح له 18 او 17 سنه، انا عايز اتمرن عايز، قال لي تعال، فبقول له طب ماشي، قال لي فيك ناس كفريق جوه بيتمرنوا وقاعدين في الجيم، قلت له طب ممكن اجي اقعد معاهم، قال لي ممكن ما فيش مشكله، فبساله يعني هدفع كام او القعده هنا بكام، جيم واشتراك ومكان هنام فيه، فقال لي ايه ده، فجاب لي 15 واحد، تعال انت بتدفع كام وانت ما بتبات هنا وبتقعد هنا، فردوا قالوا ايه ده يعني ايه بندفع، ما بندفعش حاجه، فبقول له ازاي، قال لي زي الناس تعال اقعد معاهم، هخسر ايه مش هخسر حاجه، واعمل اكلك واعمل، لقيت نزل لنا بقى بوتاجاز صغير ونزل لنا انبوبه ونزل لنا اطباق ونزل لنا حاجات كده نقعد نطبخ فيها يعني، فبقيت اسال نفسي هو مستفيد ايه، ان هو كان دماغه ان هو يقف جنبنا بس، انا لغايه دلوقتي مش فاهم محمد كمال بيعمل ولا ايه، انا هو جواه حاجه نظيفه انا مش فاهم محمد كمال بيصرف كميه مصاريف في السفريات. هو بيقف جنب لعيبه كتير بعيدا عن المصاريف والسفريات، بيقف جنب لعيبه كتير، انا جه عليا وقت من الاوقات ما كنتش قادر ان انا اجيب المكملات بتاعتي واجيب الحاجه اللي ناقصاني، هو جابها لي اشتراها وقال لك. لي لحد ما تخلص البطوله بقى هات الفلوس براحتك، وبعد ما خلصت البطوله ما لقيتوش جه قال لي انت عندك مثلا 1000 او 2 او 3 او عليك قد كده هاتهم، وقت ما جات لي الفلوس قلت له خد، قال لي لا خليهم انا مش عايزهم دلوقتي. تفتكر ان انت في المرحلة الجاية محتاج تغير المدرب بتاعك؟ دي ملهاش علاقة بالولاء والوفاء، ملهاش لا علاقة. هو اكيد حتى كيمو قايل لي كده، اللي انت اللي راحتك النفسيه فيه اعمله عشان تبقى انت بتستعد للبطوله وانت نفسيا مؤهل، بالظبط. فا يعني بالنسبة لك الفترة الجاية ممكن تحس ان انت افكر محتاج في ان انت طبعا تغير الكابتن بتاعك. حتى احس يعني كيمو دايما في تطور ما شاء الله وهو شاطر، انا دايما بيقدم لعيبة جديدة للساحة. بالظبط يعني ما شاء الله مع فريق قوي جدا. من وانت بتتمرن عند كيمو في الجيم وبتتمرن في الجيم بتاعك، لهوب تتمرن في الجيم اللي بتمرن فيه ابطال العالم كلها، اوكسجين، ايه كان احساسك لما جيت تتمرن في اوكسجين؟ دي كانت اول مرة؟ لا دي تاني مرة، تاني مرة. في فرق ما بين المرتين؟ اول مرة انبهار، وطبعا هو الجيم يبهر اي حد لان في الماشينز اللي فيه صعب انك تلاقيها في اي جيم تاني، مش موجودة في العالم. انا شفت، بالظبط انا شفت حقيقي انها يعني لكل مكان لكل ليفة عضلية جاهز، اللي هي بمعنى اصح يعني جاهزين ثلاثة جنب بعض، زوايا الاجهزة كلها موجودة، يعني اي زاوية تلاقيها وزوايا موجودة. زوايا مظبوطة بجد، يعني اختيار ابو فيصل للاجهزة بتقنية غير عادية، اللي هو اللي بيعملوه في اوروبا وفي امريكا اللي هي ام كمال اجسام هو ناقلها هنا بمستوى افضل كمان. ايه علاقاتك باللعيبه المحترفين؟ تعرف مين؟ ومش تعرف اللي هو اعرف اسمه، لا انت تعرفه كعلاقه شخصيه، علاقه اجتماعيه. الوحيد اللي اعرفه كعلاقة شخصية هو رومي. بيج رامي. بيج رامي بينصحك؟ لو احتجت له في اي حاجة عمره ما تأخر عندي، خليته يشوفك مره وانت بتجهز لبطوله؟ اول مرة يشوفني فيها كانت في البطولة بتاعت يوم الجمعة اللي فاتت. أنا كنت موجود بس أنا بحب أسأل يعني. لا هو في الوقت ده بصراحة ما شافني خلاني انا من جوايا انا طاير أنا انا مش عارف، مبسوط. هقول لكم على حاجة، رامي ساب التمرين قال أنا انبسطت، أنا خلاص أنا مش عايز أتمرن. الواد إمبابي هو بيقولها كده بالنص، الواد إمبابي وراني عضلات وسيمتري ما شفتوش قبل كده، أنا مش عايز أتمرن، أنا خلاص، واخد بعضه هو وخلاص قال لي مشي. كلمة، الكلمة اللي خلتني مبسوط جدا في شخص انا دايما بشوف نفسي فيه وببقى مبسوط قوي بشكله اللي هو غريب، ليه بريست يعني اسطورة،
فاللي هو دايما بقعد اتفرج عليه اللي هو عنده الراوند مظبوط والكثافة بالمقاس. العضلية، تحس انه فعلا متقاس. فقال لي انا ما شفتش جمال زي كده غير في 2، لي بريست وشون راي. فخلاني بقى اللي هو انا حتى الميوزك اللي كنت هعرض عليها في البطولة دي كان بتاع شون كانت راي. الميوزك بتاعت شون راي من حبي فيهم بصراحة. وفيليكس ويلر يعني العشق، ان انا اقعد اتفرج على فيليكس التناسق العضلي والجمال والعضلات برافو انه ما كسبش ولا مرة اولمبيا. مش شرط يكسب، مش شرط، انا مش عندي مش طب ما ليه بريست ما كسبش، شون راي برضو يعتبر ما كسبش. هما كسبوا في بطولات تانية بس ما كسبوش ما اولمبيا. بتكلمش على اولمبيا، لكن انا بتكلم على الموهبة اللي ربنا مديها لهم. شكلهم حلو. اساطير اساطير بجد. مين من اللعيبة اللي انت شايف نفسك ان انت ممكن تبتدي تنافس معاهم وتقول لهم من بابي هنا؟ يعني اكيد بتبقى دايما حاطط حاطط تارجتس طموحي كده. والتارجت بتاعي على 212. ال 212 في لعيب بعينه في ال 212 انت لا عايز عمري تنافس معاه؟ عمري ما حددت لاعب بعينه في اي بطولة لعبتها في حياتي. يعني انا ممكن هلعب مع هاني، ادرس هاني، هاني سيمتري، هاني كويس، هاني قوي، هاني جامد، هاني متناسق، بس ما بينشافش قوي، العب على النقطة دي. هاني مثلا قوي جدا من فوق ضعيف من تحت، العب على النقطة دي. هاني مثلا قوي من تحت جدا ضعيف من فوق، العب على النقطة دي. لان الحمد لله الحمد لله من ضمن اللعيبة اللي ربنا مديها موهبة، دي مش حاجة انا اتمرنت عشان ابقى كده او لا، دي من عند ربنا، اللي هو التناسق والسيمتري ده من عند ربنا. فانا ما اقدرش ان انا اقول ان انا اتمرنت وتعبت عشان خاطر ابقى سيمتري، لا خالص. هو في لاعب بيبقى في اللعبة ربنا خلقه سيمتري، وفي لاعب ربنا خلقه ان سيمتري، اللي هو لاعب قوي شكله جميل بس حتى ايا كان لاعب سيمتري وجامد وجميل وكل حاجه ومش مجتهد، اللاعب الان سيمتري يكسبه لان هو بيبقى مجتهد اكتر منه. لكن لو اللاعب السيمتري توفر فيه الاجتهاد ومع السيمتريه استحاله حد يغلبه زي في الهيس. بس لا بس هو مش متوفر فيه سيمتري دلوقتي في الفتره اللي جت. احنا هنشوف 2018 بعد العمليه هنشوف هو عامل ازاي. تمام، بس احنا بنتكلم على الفتره اللي هو تربع فيها على العرش، هو اللي موجود. سؤال يعني هنشقلب المواضيع شويه، ايه اكتر سبلمنتس انت ما تستغناش عنه بدون اسم الشركه؟ المنتج نفسه، بروتين، كرياتين، بي سي اي، الهيدرولايز اللي هو الهيدرو بيور، البي سي اي، الجلوتامين. الحاجات دي بتبقى فارقه معاك؟ ما ينفعش ان هي مش ما ينفعش. في ناس بتبقى مكبره المواضيع شويه واللي هو السبلمنتس بتاعي ما اقدرش استغنى عنه والكلام ده، لا عادي طالما بتاكل كويس جدا وقادر تحدد كميات الكربوهيدرات اللي جسمك محتاجها، كميات البروتين اللي جسمك محتاجها، كميات الاحماض اللي جسمك محتاجها وبتدخلها بالظبط، انت ممكن تستغنى عن السبلمنتس عادي. انت عندك جزار ثابت دايما بتجيب منه لحمه ولا ممكن تشتري من اي حد؟ لا لا عندي واحد ثابت. بتبقى عارف تاكل لحمه بلدي ولا ممكن تاكل لحمه مستورده؟ عادي اجيب مستورده مفيش مشكله. ما بتخافش ان انت مثلا تتمسك في التحاليل اللي انتوا بتعملوها يقول لك ان دي لحمه مستورده فيها زي ما في بعض اللعيبه توقف انت تعمل لسه مستورده؟ قايل ان انا بقيت بعيدا عن المظله ديت، المظله دي في اتحاد لا الاي في اف قبل بي بي. كده، اصل احنا دلوقتي واحنا بنتفرج احنا بص بنسرد هقول لك للاعب على حاجه، هو ده. من ساعه ما قالوا ان دخل اتحاد الوادا اللي هو المعهد مش عارف ايه كده لمكافحه المنشطات، ده هو دمر لعبة كمال الأجسام دي أول حاجة. تاني حاجة من ساعتها أنا ما لعبتش بطولة العالم. انت ليه من وجهة نظرك دمر؟ يعني انت تقصد هي لعبتنا قائمة على المنشطات عشان نبقى صراحة مع الناس، ودي مخاطرة احنا بنعيشها. بس لازم انت تبقى برضو كلمتك واضحة وكاملة للي بيتفرج. امبابي يا جماعة بيعمل تحاليل دورية. ماشي اوكي، دي لازم تبقى واصلة للناس لان احنا مش هنفضل مكملين كده لحد ما بقى عندي 26 27 سنة، في ناس مكملة لحد 52 سنة هو دي كريستر جاكسون. فبعد كده ما يجيش يقول لك اصل احنا لا امبابي ما كيفن ليبرون هو ال 53، كيفن ديكستر كيفن اسف اسف جاكسون 48. وفيليكس ويلر لحد دلوقتي اهو برضه 52 بيتمرن 52 سنة. فالموضوع كله ان انت لازم تعمل تشيك اب على جسمك كله، لازم تبقى مراقب الموضوع ده كويس جدا لان انت مش بتلعب مع حاجه لو باظت هترميها، بالظبط. لا الموضوع ده جواك كلى وكبد وقلب ورئتين وحاجات كتير كده. من الناس اللي انا عارف ان وجودهم كان دايما بالنسبه لك بيبقى
وانا بشوف مدى الحفاوة بتاعتك بالنسبة له. كابتن سلامة علم، ما تخضتش ساعة لما حصل له الوعكة الصحية اللي حصلت له؟ انت ما خفتش على نفسك؟ خفت، بس مش خفت على نفسي ولا حاجة، لان دي حاجة بتاعت ربنا. يعني كان بيت الله كان أسطورة، وفي ثانية، في يوم راح في ثانية نفس الموضوع على بيك كان كونتري طبعا اللي هو دالاس، دالاس ماكارفر اتخطف. هي مخاطرة احنا بنعيشها، اصل انت هتموت بعد سنة. بالظبط زي عامل النظافة اللي بتعلق على السقالة من بره بالظبط بينظف الإزاز. بالظبط ممكن يقع. يعني لو لاعب كمال أجسام فينا مات في حادثة سيارة عادية، بيتقال على طول ان هي منشطات مات بسبب المنشطات اللي بياخدها. عارف لو ما كانش بياخد منشطات كان قلبه بقى قوي، وكان كانت الصدمة بتاعت السيارة ما موتتهوش. طبعا. يعني حتى كان في ولد انا الله يرحمه رحمة الله عليه اسمه عمر، مات في حادثة سيارة. الصيد خد الصور ونزلها، صوره العادية وصوره في البطولات، انه توفى بسبب المنشطات. ده مات في حادثة سيارة. لا اله الا الله. يعني لو واحد ما بيلعبش منشطات ومات الله يرحمه، لو واحد بيلعب منشطات هينسى كلمة الله يرحمه ويقول لك اصل مات بالمنشطات. بالظبط. فصعب الموضوع شوية. انت بالنسبة لك مش مكبر دماغك على ما انا مش فارق معاك. مش هرضي الناس كلها. صح. رسول الله ما قدرش يرضي الناس كلها. عليه الصلاة والسلام. طبعا. فاحنا مش هنرضي الناس كلها، هي دي حياتنا. انا مبسوط وانا كده. في ناس يعني عامل نظافة تقول له مثلا ايه يا عم اللي مشغلك في الموضوع ده، انا حابب ابقى كده ابكسب. طيب مقارنه صعبه حبتين، كمال الاجسام في مصر ولا كمال الاجسام في الكويت؟ انت كلاعب بعيدا عن الكويت، بعيدا عن اي بعيداً حاجه عن المسميات. كمال اجسام برا مصر، برا مصر اي حد بيلعب رياضه فرديه مش كمال اجسام بس، برا مصر حتى لو بتلعب كوره. محمد صلاح ما كناش نسمع عنه وهو في مصر، سافر بره مصر بقى افضل لاعب في العالم. يعني انت من وجهه نظرك برضه حتى لعبه الكره في مصر مظلومه، يعني الى حد ما واخده حقها. الى حد ما واخده حقها، مبسوطين قادرين يعيشوا، قادرين يصرفوا، مصاريفهم اقل من لعبتنا بكتير، بس قادرين يعيشوا حياتهم لان السبوت عليهم هم، الميديا كلها عليهم هم، البرامج والتلفزيون والقنوات عليهم هم. احنا مش بنجيب جون لمصر، احنا بنجيب ميداليات لمصر، بنجيب شهادات تقدير لمصر. اما اجي بطولة اولمبيا الكويت الاماتور اللي هي الهواة واعمل اول واخد كارت احتراف انا وخمسة مصريين، وبقى قابلني لو لقيت مسؤول قام من على الكرسي بتاعه وجه استقبلنا في المطار، ده حاجة حلوة لمصر. كلنا لعبنا باسم مصر، بطولة العالم طبعا كلها باسم مصر، بعيدا عن بطولة مصرية. العالم بقى احنا ما هم عارفين ان احنا 9 مرات على التوالي اول اول عالم منتخب مصر، وبرضه محدش اتهز ومحدش قام. ساعة ما الوزارة اتحركت السنة اللي بعديها دخلت لنا الوادة قتلت 18 لاعب كمال اجسام في مصر، من ضمنهم لعيبة كانوا بيروحوا يجيبوا ميدالية بطولة العالم ورجعوا زي السلام عليكم. يعني كابتن ورداني، كابتن زكريا، اسامي فعلا كان ستيج بطولة العالم بتهزلها، يروح يجيبوا ميدالية بطولة العالم ورجعوا، بطولة العالم ورجعوا. ايه اللي غير فكرك ان انت تبطل بقى تلعب بطولات العالم دي وتبتدي تبص للمحترفين؟ مين اللي لعب في دماغك انه غير سنة؟ محدش لعب في دماغي، هو نظرتي لاهلي بس والبيتي هي اللي خلتني ابعد عن الموضوع دوت. وخفت طبعا اول حاجه عشان خاطر ان انا لو توقفت 4 سنين مش هعرف اشتغل، لان انا شغلي كله ان انا موجود بطولة، حتى لو بطولة محلية موجود في الساحة. الصور اللي بنزلها على الانستجرام او على الفيسبوك الناس بتشوفها، امبابي موجود، لكن لو امبابي بطل شهر واحد خلاص اختفى. صح. في حد تاني هيظهر على الساحة وهيحط صور ليه، هيتشير اكتر، هتلاقي الفولورز بتاعه بدل ما هم 50,000 هيبقوا 100، فبقى اكتر منك، فيبقى متشاف اكتر منك. الموضوع كله ان انا لو اتوقفت 4 سنين مش عارف اشتغل، فمش عارف اكل بيتي ولا ابني ولا مراتي، ولا انا هعرف اعيش حياتي. على قولك انستجرام، فيسبوك، سوشيال ميديا عامه بتاثر معاك؟ يعني حاسس ان هي بتفيدك؟ مش موضوع بتفيدني او بتضرني،
انا كده كده عندي شغل ثابت. ف لا ما فهمتنيش يعني، هل بتضيف السوشيال ميديا بتضيف للاعب، بتقوي بتخلي منه؟ الناس اكتر تعرفني، بتخلي الناس تعرف مين دوت. يعني انت عندي بتتابع بطولة، بتتابع على بتابع انستغرام؟ بنفسي، محدش بيمسك التليفون بتاعي خالص، انت اللي بترد على الناس انا اللي وبتتابع برد الناس؟ على كل الناس، وحتى لو حد شتمني بشكره. يعني واحد كتب لي كومنت في الصورة كنت منزلها للبطولة بتاعت اولمبيا هنا، فاكيد احنا في المكان في ناس بتاكل رايس كيك فرمى الكيس البلاستيك بتاع الرايس كيك، في ناس بتاكل مش عارف ايه فرمى الكيس، ناس بتحمل بشيبسي رمى الشيبسي كده، اكياس مرميه حواليا، فانا واقف خدت صوره فنزلتها بطبيعتها، فراح جاي كاتب ايه الزباله دي، فانا فهمت الكلمه غلط، فقلت له شكرا ربنا يخليك ده من ذوقك. راح جاي داخل كاتب لي كومنت، لا والله انا ما اقصدش يا كابتن على حضرتك، انا اقصد على الاكياس المرميه حواليك. انا مش مسؤول نظافه عشان انضف المكان، عادي الصوره في يعني مكان. انت بتتفاعل يعني انت دايما متفاعل مع الاكونتات بتاعتك. من باب المدرب بقى، احنا عايزين نتكلم عن ايمن شويه، اللي هو عمال ابتدى فجاه كده بيتنطط وعمال يطلع وكل بطوله بينزلها ما شاء الله عليه وهو لسه جديد بيكسب. كلمني عن ايمن شويه. نتكلم عن ايمن ولا عن احمد علي ولا عن اسلام خالد ولا نتكلم عن عمر سليم انت ولا عن عمر بتمرن احمد عاشور؟ علي بتاع المكملات البودي بيلدينج ده؟ لا ما ده انت دخلناش في جامد. حوار. لا في كام واحد عندي في الجيم وفي كام لاعب بره مصر بتابعهم، هو الحمد لله نتائجهم كويسه جدا وبيكسبوا، حتى لو ما بيكسبوش في البطولات بيكسبوا شكل جديد، بيكسبوا ان هم مدرب كمال اجسام، شكل شيب علم. امبابي مدرب وبتفهم في التغذية وبتفهم في الحاجات الحمد لله. دي، طبعا اكتسبتها عن طريق الخبرة، انت ما درستهاش. ده وده قريت كتير جدا عن التغذية. وفي نفس الوقت قدرت توصل شباب من مراحل لمراحل تانية جديدة وان هم يقفوا على مسرح. تمام. لحد ايمن لعب بطولة الفجيرة وعمل المركز التاني واول بطولة دولية يشارك فيها، يعني من لاعب محلي بيلعب بطولة تاتينيوم، بيلعب بطولة أحمد علي، بيلعب بطولة مستر فيت، لبطولة وفرعنا الفجيرة. وفرعنا لاعب. الفجيرة خد أحسن لاعب في مصر وخد أول في الطول بتاعه، ما شاء الله وكان ساعتها انضم لفريق كوسكوات إن هو خد الأوفر رول بتاع البطولة. تفتكر ان مبابي ممكن ينضم لفريق اكسجين ويبقى من ضمن التيم ده؟ اي حد يتمنى ان ينضم لفريق قوي زي دوت، كله واقف جنب بعضه، مفيش واحد بيقع يسيبوه، اللي بيقع بيقفوا جنبه لحد ما يقف على رجليه تاني. لو انت دخلت اكسجين تحب مين من المدربين الاثنين اللي موجودين جوه اكسجين يبقى مدرب ليك؟ هو انت عندك احمد عسكر وعندك عبد الله العتيك، مين احسن بالنسبه لك؟ انت شايف هما كيف؟ الاتنين مجتهدين جدا وشاطرين وطلعوا نتائج كويسة، ما اختلفناش في ده، بس بس انا ميال لمين؟ ميال جدا للكابتن احمد عسكر. بتحس بتشوفه ازاي؟ يعني المدرب شاطر، هو نتائجه اللي بشوفها، انا يعني ما بشوفش المدرب، يعني هو بطل قديم وبطل قوي جدا وكان يعني عاش الحياة اللي انا بعيشها، يعني لما اجي اقول له ان انا تعبان مش قادر يبقى حاسس بيا، لان هو اتمرن، لان هو لعب بطولات، لان هو عمل دايت. لكن وكابتن عبد الله العتيبي برضه جهز وعمل بوتفورمة وعمل بطولات وكده، فانا ببقى ميال لحد كراحة نفسية مش أكتر. تفتكر إن أنت وأنت بتتمرن مع أحمد عسكر لو ربنا أراد، تفتكر أنت هتبقى بتدور على نقط فيه مقاربة أو مشابهة لكيمو كأب مش كمدرب؟ ماليش دعوة بالخبرات، أنا دي هاخد الخبرات دي على بترجع جنب. ليا أنا اللي بقدر أعملها. أنت اللي أنا بتبتدي اللي تتكلم. بقدر أعمل علاقات مع أي حد، مش ما أدكش إحساس إن أنا لاعب وأنت مدرب، لأ أنا بديك إحساس إن إحنا أصحاب عشان تديني أكتر ما عندك، تقف جنبي بجد، تقف معايا في التمرين بجد بحب، مش اللي هو انا لاعب وانت مدرب ففي لاين كده ما نعدهوش مع بعض، لا بشيل الحدود ديت عشان نعرف نتعامل مع بعض فيما بعد. اول ما دخلت وقفت في المسرح وكسبت في بطولة الكويت، وبعد ما كسبت خرجت وابتدى ينادي على الاوفر اول ودخلت تاني، انت داخل في الاوفر اول انا حاسك مش مبسوط، ليه ما كنتش مبسوط؟ لان اللي اعرفه عن البطولة ان اللي اعلن عنها ان الميزان الاول في تحت ال 80 كيلو ليه كارت احتراف، والميزان الاول في التقيل ليه كارت احتراف، ففي حاجة اتغيرت في البطولة، ف انا كده كده واخد كارت احتراف سابقا في بطولة الفجيرة بس وكارت اي اف في بي. ده كان ايه؟ لا
اي اف بي بي قبل انفصال الاتحادين، يعني مؤهل للبروليج. طب نرجع تاني للحته اللي هي بتاعت وانت داخل على المسرح في الاوفر اول، كنت قافل بالك يا بومبا روق، لان انا ما كنتش فاهم حاجه بس مش اكتر. فحاولت ان انا في الباك ستيج ان انا استوعب، فحد رد عليا من المنظمين بتوع البطوله قال لي لا ده هو شكل روتيني بس كده 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 الكروت للاول والاول. قلت له ماشي، انا برضو زعلان على صاحبي ان هو ما عملش كارت احتراف اللي هو جلال، فاخويا برضو انا بحبه، مش مفيش بينه وبينه اي حاجه. فما دخلنا في الاوفر وول فواقفين، لقيت الكارت التاني، هما بينادوا من الكارت التاني للكارت الاول، فالكارت التاني نادوا على جلال، الكارت الاول نادوا على حسن، فاذا كده مفيش كروت تاني في البطوله كلها، لان احنا كنا اخر حد بيلعب في البطوله. اثبت، كلمني عن اللحظه دي. انا حسيت ان انا يعني لسه هرجع سنه كامله اتمرن تاني بنفس القوه وبنفس الدايت وبنفس الحرمان وبنفس الكلام ده كله عشان اخد كارت احتراف تالت. فالدنيا لفت بيا، افتكرت كل دوت مع تعب بقى والدتي معايا في الدايت، مع تعب مراتي، مع تعب اخواتي، فلقيت نفسي بعيط عادي، انا زي الناس كلها بني ادم بعيط والله. طبيعي، خرج فعيطت ما رضيتش حد يشوفني بقى وانا خرجت على من عمل. الستيج، حطيت ايدي على عيني ورحت جاي خارج في الباك ستيج، انت خارج انت ومحمد الشطي، ومحمد الشطي كويتي والمنافس بتاعي، بس بالظبط. انا وهو اصحاب، انا بحترمه جدا عجبتني اللقطه دي، جدا جدا. عجبتني. مفيش حد كان واقف معايا في الباك ستيج، يمكن اصحابي كانوا بعيد عني قوي. كان اللي كان بيدهني كان كابتن عمرو البصيلي، يعني اخويا الكبير وبطل بطل من العالم. ابطال لعبة كمال اجسام وبطل العالم، فكان واقف بيدهني وبيسخنني وكان بيجيب لي حاجتي وكان بيشيل لي شنطتي لا مش كده يعني. انا عمرو كنت بتمنى في يوم من الايام، كابتن عمرو اتمنى في يوم من الايام اتصور معاه، فابص الاقيه بقينا اصحاب جدا واخوات جدا، في اي مكان بنبقى موجودين فيه بحس ان كل الموجودين بيقول لك دول ما تجيش جنبهم، احنا بنعمل بهجه في المكان حتى لو على حساب ان احنا نضحك على اي حد من صحابنا. انا اكتر واحد زعلان، اقسم بالله اكتر واحد زعلان، بس انا بعشق الاثنين، بس تريقتهم صعبه الصراحه. يعني انت لو مش حاببهم انت ممكن الموضوع يقلب بجد. لا لا ما بنوصلش المرحلة كده. بس انا عجبتني اللقطه فعلا، وانتوا الاثنين خارجين من على ستيج، انت وكابتن حسن الشطي، وخارجين، حمد اسف حمد حمد كان الشطي. هو اللي واقف جنبي وكان هو اللي بيهديني وصلى على النبي، والله ليك رزقك هيجي لك يا مبابي، انت بطل وانت ده حقك، بس احمد ربنا وربنا هيجيبه لك من حتة تانية. كان هو اللي بيواسيني، فانا قاعد كل ده على ركبتي وبعيط، انت وهو دخلت الباك ستيج خلاص، احنا في كده الباك مش شايفين ستيج ده. خلاص، ما حدش كان شايف دوت غير انا وحمد بس، بالظبط. وهو كان واقف يشدني وبص راسي، وطب ايه ده، طب عشان خاطري، قلت له خلاص الحمد لله ما فيش حاجه. لحظة لما فلقيت نادوا عليك، لقيت محمد الراشد جه برضو من منظمين البطوله، ايه ده يا مبابي، ايه ده، تعالى ابو فيصل عايزك. ابو فيصل اللي هو بدر بوداد. طب ايه ده، انا مش قادر اخش الاستيدج تاني خلاص، انا عينيا بقى وعياط ومش عارف ايه. فلا لا لا لازم لازم. فالفيديو ده يمكن نزل، مش محتاجين نتكلم تاني. لا لا كلمني كلمني. لا هي يعني كانت لحظة صعبة بص جدا، بص، بس ان انا حسيت ان انا جاي لحاجة معينة وعملت اللي عليا وخدت اول، طب معلش المكافأة بقى بتاعتي اللي هو التفصيل انت بس، عشان ايه؟ اصل الحتة دي بتبقى درامية جدا، بتفرق في حياة اللاعب وفي نفس الوقت الناس بتتأثر بيها. انت الخطوات اللي ابتدت تاخدها بعد ما نادوا عليك وانت داخل على المسرح تاني ورايح تقف في نص المسرح، انت مش عارف انت رايح تعمل ايه، مش صح؟ عارف، انت مش فاهم لا حاجة، خالص، يعني ما كانش حد قالك اي حاجة. لا ما قاليش اي حاجة، وقال لي ابو فيصل عايزك. ولما رجعت تاني للستيج كان المنظم بتاع الستيج خدني من ايدي ووقفني في اللاين زي ما كنت، بقينا احنا الاربعة واقفين بقى، وحمد رجع تاني ويف بقى، حسن جنبي وجلال وحمد وانا واقف هنا. فلقيت ابو فيصل مسك المايك وقال للجمهور استنوا ما تمشوش، فبدأ يتكلم عني، يعني انا كل دوت انا سامع كويس جدا وشايف ان الكلام اللي بيتقال عليا كلام يحفزني جدا، كلام حلو جدا، بس انا كنت متوقع في الاخر اللي هو هيطبطب على كتفي ويقول لي ما تزعلش وتعوضها مرة تانية. بس أول لما شفت الكارت بقى حسيت ان هو
حاجة راحت ورجعت بسرعة. فبجد كان الموقف صعب، بس ابو فيصل في ثانية يعني الموضوع اتلم، وحسيت ان انا روحي رجعت لي تاني، لان بجد كان انا عايز الكارثة دوت، مش عشان خاطر ابقى او انا محترف، انا عارف ان الموضوع اللي جاي اصعب بكتير بالظبط. من ان انا كنت اماتور وبعد كده هبقى برو، فالموضوع صعب. انت بقيت على عهدة نفسك، بقيت عضلاتك دي محتاج تكبرها 3 اضعاف. 10 كيلو، 3 اضعاف انت محتاج تكبر مش عضلاتك. 10 كيلو وزن، 10 كيلو 10 كيلو ماسلز. عضلات، ايوه، ما هي تعتبر 3 اضعاف. ف انت دلوقتي ما تفكرنيش خلاص بقى الموضوع، سيبني كده عشان اقدر استجم للفترة اللي جاية. بس تفتكر ان مبابي هيقعد في الفترة دي اللي هو هيبتدي يجهز لشغل المحترفين، يقعدها جوه مصر ولا يقعدها بره مصر؟ جوه مصر؟ لا ما اظنش خالص. ترمي بقى كل الشغل ده، ابنك ومراتك، تعمل ايه؟ انا عارف ان دايما بيبقى فيه تضحيات، بس كلمني بقى تعملها ازاي دي؟ انا مش هقعد فترات طويلة برا مصر، يعني 3 شهور ارجع اقعد معاهم اسبوعين. هقدر ان انا فترة واجيبها معايا مثلا 3 شهور. كل اللي انا هحتاجه برا مصر في الفترة دي هي سنة او سنتين، ففي الفترة ديت هنزل مصر كتير، لان انا مش هنزل اقامة على حد، او مش هنزل ان انا اشتغل عند حد، انا هنزل ان انا اشتغل في مكان برايفت او بيرسونال ترينر، اللي اقدر ان انا اكسب عشان اقدر اصرف على اللعبه، وفي نفس الوقت هتمرن. الناس اللي فكروا ان احنا بنسافر بره مصر بنجمع فلوس قد كده، لا، احنا بنصرفها على نفسنا، ورانا مسؤوليات كتير، كل واحد فينا مسؤول عن حاجات كتير، حتى لو مش متجوز مسؤول عن حاجات كتير وراه. سؤال صعب حبتين، بابي ممكن يدمع فيه شوية. هتقدر تبعد عن أمك؟ لا ما بقدرش. هتعملها ازاي دي بقى؟ دي اصعب ما في، اصعب ما في الموضوع. هو الموضوع صعب، بس هقدر ان انا استحمل شوية عشان خاطرها، عشان خاطر اخواتي، عشان خاطر ابني، عشان خاطر ان انا عايز اعيش عيشة كريمة، مش عايز ان انا احتاج لحد. هقدر ان انا اشتغل، وكويس ان ابني لسه صغير 4 شهور، ف مش فاهم ان بابا جنبي او مش جنبي. فرق معاك، جدا غير لك مفاهيم. ها جدا. كنت انت الاول طايش واروح واجي وبتاع مش عارف، فجأة الدنيا هوب. لسه زي ما انا، بس في حاجات كده بعمل عندها ستوب، ما ينفعش ان انا اعمل دي، ممكن تأثر على حياته هو. انا النهارده 23/4/2018، بعد يومين بالظبط احنا مسافرين ونازلين مصر، مين اللي هتدي له الكاس والكارت؟ أمي. هتدي لك. انا وعدتها قبل ما نسافر في المطار، قلت لها انا اللي هديك الكارت، فانا اللي هديها الكارت. ماشي ركز في الميداليه. ماشي متفقين. لا الكاس ليا والميدالية للأسر. تمام. ابني. طب ومراتك؟ أنا. تاخد أنا 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 هي مش عايزة ولا كاس ولا ميدالية، عندها كتير قوي في البيت، فهي عايزة إن أنت أنت ترجع. حتى لما كنا في البيت عندنا نعزم مثلا الأسرة وكده، يا له لما كان ولد صغير يجي ناحية مثلا الكاسات والميداليات، بالنسبة لها تشيلهم تحطهم فوق أو تبعد عن إيديهم وكده، يعني لأن كسر مني كذا كاس يعني، فهي خلاص بقى دول كتير، بس أحافظ عليهم برضه كده. أنا انبسطت إن أنا كنت قاعد معاك بجد. رحلتك الواحد بيتعلم منها كتير، برغم ان انت اصغر مني سنا، انا بتعلم حبيبي منك حاجات وبتفرج عليك انت بتتعامل مع الناس ازاي. نشكركم شكرا جزيلا، وكان معانا المحترف امبابي حبيبي. حبيبي.